يعني المهم، فكانت دي وجهة نظري طبعا في الموضوع. ابتدينا اول نقاش عادي جدا من غير اي بقى شد ولا حزم في الموضوع. وبعدين لما كنت بقول له اتجوزني كان بيرد طبعا هتجوزك بس عايز الاول نعيش حياتنا مع بعض. كنت وانت رفضتي طبعا ده؟ طبعا. اتناقشنا بقى مره واثنين وثلاثه نقاش عادي، وصلنا بقى للمره الخامسه والسادسه حصلت خناقه ما بيننا على الموضوع ده. وقال لي، انا قال لي كده بالحرف بالضبط، انت قدامي معاكي مرتين ثلاثه هنتقابل فيهم، لو ما غيرتيش طريقه تفكيرك وعشتي حياتي بطبعي انا زي ما انا عايز خلينا اصحاب. قلت له لا، خلينا اصحاب، انا عمري بعد المرتين ثلاثه دول حتى تفكيري مش هتغير، وفر بقى المرتين ثلاثه وبلاش نبقى اصحاب اساسا. قلت له لا، خلينا اصحاب. قال لي خلاص خلينا اصحاب. اوكي خلينا اصحاب، بقينا بقى قفلنا خلاص عادي جدا. بالمناسبه ان هو واحنا مرتبطين كده عدى علينا ثلاث مناسبات، عيد ميلادي، رمضان، عيد. انا لسه عارفه من كام شهر، يعني مش كتير. الثلاث مناسبات دول هو تقريبا ما عبرنيش فيهم. عندي مشاكل في شغلي كبيره واحنا مع بعض، كان عرض عليا ان انا اسيب الشغل، قال لي سيبيه وانا هديكي المرتب اللي انت بتاخديه وخليكي قاعده في البيت. على الاقل تهتم بيا ونقعد نهزر ونضحك. فات الكلام طبعا كان لطيف بالنسبه لي. ده كلام مش لطيف على فكره، ده كلام قله ادب. انا كان بالنسبه لي الكلام، انا ما كنتش واخداه بقى، وانا بقولها لك اهو وعشان كل الناس تعرف، ده كلام قله ادب. اقعدي في البيت وانا هديكي مرتبك، معناها ان انا بدات اسس لحاله من حالات ما يدعى باسم الرفق، ان هو بقى خلاص انا، ما انت بتاخدي فلوس وانا بدفع. انا بقى ما فكرتش كده، هي كده خالص بقى. انا ما فكرت ده بقى راجل و... لا يا حبيبتي، راجل كان جات قدم عارفه اقول لك حاجه، لو الراجل ده كان جات قدم وقابل اهلك وخطبك ولبسك دبله وشبكه وحددته ميعاد الفرح وقال لك سيبي شغلك وهديكي مصروفك، ده راجل. انما واحد في الهوا كل ما يقابل واحده يقول لها طب سيبي شغلك وهديكي مصروفك، عشان انا يمكن عندي امكانيات النهارده ان انا ادي 10 مصروفهم، صح؟ مش هيضايقني يعني. مرتبك كله كام يعني لما يضربوا الدم؟ ايوه مظبوط، 4-5000 جنيه. خدي ال 5000 جنيه ما تقرفيناش. مظبوط. انا مش بتكلم على نفسي، انا غلبان، انا بتكلم على العقليه دي. خدي ال 5000 جنيه وتبقي بتاعتي بقى خلاص ب 5000 جنيه في الشهر. مع الاسف بقى انا من قله تجاربي ما عنديش خبره كويسه. انا عارفه ان هو بني ادم وحش، انا بقول لك كده، وانا عارفه ان هو بني ادم وحش. انا مش غبيه برضو، انا كبيره مش صغيره، فانا عارفه كويس جدا. المهم يعني، فلما قال لي كده انا قلت له لا مش هيحصل، وانا في شغلي والدنيا تمام، لو عايز تساعدني شوف لي شغل احسن منه. ولا شاف لي شغل ولا اي حاجه. المهم يعني لما بقينا اصحاب، عشان انا بس رجعت لك كده عشان حاجه نسيتها. لما بقينا اصحاب فالموضوع مش ازاي بقى، ان هو مرتدى ما بيكلمنيش، وكل يوم كل يومين ثلاثه يبعت لي مسج انت وحشتيني، اللي هو عارف اللي هو اسمها بيشد ويرخي، بيجيب رجلك شويه كده وشويه كده، شويه كده وشويه كده، حاجات كده بقى اللي هو شويه يشد واحنا اصحاب، وشويه تاني بقى كل يومين ثلاثه مثلا ايه وحشتيني يرمي لي كلمه كده علشان انا ايه ارجع تاني.